معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا محلل السياسي والمتخصص بالشأن الإيراني دكتور نبيل العتوم من عمان. أهلا وسهلا بك دكتور نبيل. كثيرة هي الاتهامات لإيران، ورغم ذلك فإن المسؤولين الإيرانيين في نظام الحكم بطهران يواصلون إطلاق تصريحاتهم المستفزة، كيف تصف ذلك؟ شكرا جزيلا لكم. يعني لا شك ان ايران تعيش ظروف معقده مركبه غير مسبوقه. نحن نتحدث عن شبه افلاس للدوله الايرانيه، خاصه مع وجود تسريبات لبعض المسؤولين الايرانيين تتحدث بشكل واضح وبشكل صريح ان رصيد الدوله الايرانيه من العمله الصعبه بات صفرا، بمعنى ان الدوله اوشكت على الافلاس. وهذا ما تحدثت به فائزه رفسنجاني ابنه الرئيس الايراني السابق، قالت ان الدوله الايرانيه باتت على وشك الانهيار. نعم. اعتقد انه الان ربما الموازنه الايرانيه تتحدث عن الكثير، فيها مؤشرات خاصه ما يتعلق بتخفيض حجم الموازنه المتعلقه بالدفاع الى اكثر من 50%، رغم انني اشكك في ذلك، لان موارد الدوله الايرانيه المتعلقه بدعم العمل العسكري او التصنيع العسكري و دعم بناء إيران لمجالها الحيوي ودعم ما يسمى به وكلاءها ومخالبها المتواجدة عبر الجغرافيا العربية عبر جغرافية الأزمات، مدعومة بشكل مباشر من المؤسسات التابعة للحرس الثوري الإيراني، وفي مقدمتها مؤسسة خاتم الأنبياء التي تشرف على أكثر من 853 شركة في قطاعات حيوية ومهمة وحساسة. نعم. يأتي في مقدمتها النفط والغاز. الآن هذه ربما التصريحات الإيرانية المضطربة تعكس ربما حالة من الهلع غير المسبوق، خاصة نحن نتحدث أيضا عن كثير من الرسائل التي تم توجيهها إلى مرشد الثورة، وفي مقدمتها رسالة الرئيس السابق أحمد نجاد الذي تحدث فيها بشكل واضح عن توقع بانهيار النظام الايراني نتيجه انتشار الفساد واختلاف مسؤولين ايرانيين اكثر من 59 مليار. من اجل ذلك سيد نبيل، يعني روحاني اعترف بتاثير العقوبات الامريكيه على اقتصاد بلاده، ولكن ما زالت التقارير ترد تباعا بمواصله ايران دعمها ميليشياتها في العراق وسوريا واليمن ولبنان، كيف يستوي ذلك؟ انا بعتقد يعني كما قلت لك قبل قليل، هذا يندرج في اطار يعني مساعي ايران الحثيثه للاستمرار في سياساتها العدوانيه في المنطقه. ايران لن تتوقف باي شكل من الاشكال عن دعم ميليشياتها ومخالبها سواء في العراق او في سوريا او في اليمن او في لبنان، لانه كما تحدث مرشد الثوره سابقا قال انه ان الدفاع عن دمشق او صنعاء او بيروت لا يقل أهمية عن الدفاع عن طهران وأصفهان وشيراز. وبالتالي أنا أعتقد أنه انكفاء إيران ووقف إمدادها دعمها وإمدادها لمثل هذه الميليشيات يعني نهاية فكرة الدولة الإيرانية الطامحة إلى بناء دولة إقليمية عظمى بحلول 2030، وهذا ما تحدث عنه 2030، وهذا ما تحدث عنه مرشد الثورة ومجمع تشخيص مصلحة النظام بشكل واضح وبشكل حثيث. طيب. بشأن الدور الأوروبي عفوا، بعد أن أدركت أوروبا خطر علاقاتها الاقتصادية مع إيران على منطقة الشرق الأوسط، هل ستحذو برأيك الشركات الأوروبية حذو شركة كرامبل الألمانية التي أكدت إيقاف بيع منتجاتها التي يستخدمها النظام الإيراني في صنع الصواريخ؟ يعني جميع الشركات الأوروبية خاصة الشركات الكبرى قامت بالانسحاب من إيران، وقامت أيضا الشركات هذه الشركات كثير منها بوقف تعاملها مع إيران خشية من العقوبات الأمريكية المتصاعدة في هذا الأمر. نحن نتحدث عن وجبتين من العقوبات، هذه الشركات باتت تخشى العقوبات الأمريكية. الدول الاتحاد الأوروبي الدول الضامن الاتفاق النووي على وجه التحديد لم تستطع أن تقدم حوافز أو امتيازات لهذه الشركات حتى تستمر بالتعامل مع إيران، وهذا ما حدث بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يغرد قبل 3 أيام على أن إيران تعرضت لخديعة كبرى، وأن دول الاتحاد الأوروبي لم تستطع أن تقدم أي حوافز وأي دعني أسميه امتيازات للدولة الإيرانية لمواجهة العقوبات الأمريكية. أنا أعتقد أن الدول هذه دول الاتحاد الأوروبي لن تستطيع مواجهة هذه العقوبات،
خاصة نحن نتحدث عن حجم تجارة هائل ما بين هذه الدول وإيران، تصل أكثر من تريليون دولار، وبينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية تصل أكثر من تريليون دولار. ثم ذلك المصالح الأوروبية مع إيران لا تتجاوز ما بين 20 إلى 23 مليار دولار، وبالتالي إذا فاضلت هذه الدول بين علاقاتها ومصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها مع إيران فسوف تختار بالتأكيد علاقاتها مع واشنطن، خاصة أن دول الاتحاد الأوروبي تعيش حرب تجارية غير مسبوقة مع الولايات المتحدة ولا تريد أن تفتح أبواب جديدة للمواجهة مع واشنطن. شكرا جزيلا لك دكتور نبيل عتوم من عمان، السياسي المحلل السياسي المتخصص بالشأن الإيراني.